قدمت المغنية ريانا بالتعاون مع علامة الأزياء الرياضية بوما مجموعة فينتي بوما اللي ضمت الكثير من الرسائل الجريئة والحركات الثورية بعالم الأزياء الأنوثية، لكنها للأسف ما بتناسب المرأة العربية. ريانا مشيت على المنصة بنهاية العرض بروب أقرب لبرنس الحمام باللون الفستقي وقياسه كبير، وتحته كانت لابسة توب سوداء وحذاء أسود بالكعب العالي.